سيقوم ديك وجيم بأغرب تحد لهما. انظر إلى هذا، هذا رائع. يخططان لتشغيل سيارة نقل باستخدام مصدر غير مألوف للوقود. اجتمعا مع فريق من علماء البيئة لتخفيف تلوث الهواء. انظر إلى الهيدروكربونات. هل سينجحان في استخدام خشب الأشجار؟ أم سيتوهان داخل الأدغال؟ إنها فارغة. ديك ضابط سابق في الجيش البريطاني وتحول إلى مقاتل من أجل البيئة. جيم مخترع يهتم بالاختراعات المناسبة للبيئة. رجلان في مهمة لإصلاح العالم بوساطة حلول ميكانيكية. أطلقنا عليهما اسم ميكانيكيا الكوكب. آخر مهمة لديك وجيم أتت بهما إلى لندن. ركنا شاحنتهما وسافرا إلى المدينة بوسائل النقل العامة. لا يريد ميكانيكيا الكوكب أن يضيف إلى الآليات في طرق لندن آليات جديدة. معظم هذه الآليات تسير على البترول أو الديزل وتعطي العاصمة واحدة من أسوأ نوعيات الهواء في أوروبا. لكن هذه المجموعة من الناس مصممة على القتال. إنهم يواجهون التلوث بزراعة الأشجار. أشجار للمدن هي مؤسسة خيرية تهدف إلى زرع مليون شجرة قبل أن يحين موعد أولمبياد لندن عام 2012. والسبب بسيط، وهو أن الأشجار تلتهم التلوث، فهي تمتص معظم غاز الدفيئة ثاني أكسيد الكربون وتحوله إلى كربون يتم تخزينه في الجذور والجذوع والأغصان. لكن العملية تعتمد على آليات تسير على وقود أحفوري. الآن يريد المدير المنفذ جراهام سيمونز أن تعمل المحركات على وقود مناسب للبيئة، فهو يبحث عن آلية تمثل المؤسسة الخيرية بحق، وهنا سيتدخل ميكانيكيا الكوكب. جراهام، أجل، تسرني معرفتك. تسرني معرفتكما. ما الذي سنفعله؟ إننا ننقل كثيرا من الأشياء حول المدن، وليس لدينا وسائل نقل مناسبة للبيئة. لدينا هنا شاحنات تعمل على الديزل. حسنا، تريد وسائل نقل مناسبة للبيئة ولمؤسسة أشجار للمدن. بالتأكيد. كم لدينا؟ أستطيع الانتظار أسبوعا واحدا فقط. أسبوع؟ نستطيع القيام بهذا ممكن. أسبوع واحد. حسنا، رائع، نراك بعد أسبوع. إلى اللقاء. أسبوع إذا واحد. لا أعرف كيف بدا لك الأمر، لكنني فكرت باستبدال الوقود. أجل، كنت سأقول الأمر ذاته. الخشب وقود جيد، كيف سنستخدمه؟ عملت مع شخص صنع شاحنة بخارية وإنه ملوث. أنريد غيوما كبيرة من الدخان تخرج من آلياتنا في لندن ونقول إنها مناسبة للبيئة. لكنه ينفع، إنه يقوم بالعمل. سأضرب لك مثالا. رأيت صورة منذ سنوات لآلية تحول الخشب إلى غاز وتستخدم الغاز لتشغيل آلية حقيقية. لم يكن لديهم نفط في الحرب العالمية الثانية. ما رأيك بهذه الفكرة؟ فكرة عبقرية، لكنك رأيت صورة لها بينما أنا رأيت واحدة تعمل حقا، وربما تكون قذرة لكنها تعمل. يا صدقني إلهي. تعمل. إنه حس المغامرة يا صديقي، فنحن لا نعرف حقا ماذا نفعل. نحتاج إلى قليل من التفاصيل. ولكن يا ديك، جيدا يا جيم، هيا تعال تعال. خلال الأيام السبعة القادمة سيقيم ميكانيكيا الكوكب في هذه المزرعة في طرف لندن. ديك مشغول في كيفية صنع سيارة تعمل على الخشب، لكنه أولا سيشجع جيم المرتاب. سنسخن الخشب بحيث نحصل على غاز قابل للاحتراق منه، ثم نستخدمه لتشغيل السيارة. أجل، إنه مبدأ بسيط. لدينا أعواد ثقاب. إن نظرت إلى هذا، انظر، إن أمسكته هنا، أترى؟ الجزء الصافي تحت اللهب الأصفر. لنفترض أنه الغاز المنطلق من الخشب وهو يشتعل، وهناك اللهب الذي فيه سخام فوقه. اللهب الأصفر هو احتراق غير كامل. إذن ستلتقط هذا الغاز
القابلة للاحتراق ثم توصله إلى المحرك بدل البترول. أجل، إنه جيد، إنه جيد. اسمعني، نريد شيئا نضع فيه الخشب. نعم، وعندما نسخنه يخرج منه الغاز. أجل، الغاز الخارج سيكون ملوثا وفيه كتل ويجب أن ننظفه، لذلك سنضع مصفاة. أجل، سنتخلص من الكتل. أجل، ثم علينا تبريده لأنه لا يزال ساخنا، لذلك سنضعه في مبرد مشع بمواصفات معينة، بحيث لدينا آلية والغاز الذي يخرج من هناك نريد وضعه هنا. الفكرة ذكية لكنها غير محتملة بعض الشيء، لكنني أوافقك الرأي، وإن أردت صنع واحدة من هذه فأنا حتما معك. تسيير الآليات على غاز الخشب يبدو جنونيا، لكن كانت هناك أكثر من مليون من محولات غاز قيد الاستخدام في الحرب العالمية الثانية، وكانت شائعة خاصة في اسكندنافيا حيث كان النفط قليلا والخشب وفيرا. وفي زمن السلم أصبح النفط متوفرا وتم التخلي عن طاقة الخشب ونسيانها إلى الآن. اشترى ديك وجيم شاحنة نقل قديمة وحملاها بمجموعة كبيرة من المراجل والأسطوانات والأنابيب القديمة. سيحولان كل هذا إلى آلية تعمل على احتراق الخشب المهدور. وللقيام بهذا بطريقة نظيفة مناسبة للبيئة، سيصنعان محولا غازيا سيحول دخان نار الخشب إلى غاز نقي قابل للاحتراق، يمكنه أن يشغل محرك سيارة عادي. يشعر ديك بالضغط ويبحث عن إلهام يحتاج إليه بشدة، وقد يجده على الإنترنت. بعد بحث سريع رسم مسودة، لكن هذا المخطط فيه عيب واضح واحد. أرأيت هذا؟ أجل، الكتابة. إنه باللغة السويدية، من صنع هذا جعله يعمل كنظامي. هناك بعض الأمور ليس فيه أي أبعاد، غير مهم. ربما هذا هو الحجم الحقيقي الذي يجب أن يكون عليه. لدى ديك وجيم مخطط باللغة السويدية وشاحنة نقل وكومة من الخردة القديمة، يحتاجان الآن إلى صنع سيارة تعمل على الخشب. أمامهما أقل من 6 أيام لصنع سيارة نقل تعمل على غاز الخشب، وجيم لا يزال مرتابا. جيم؟ نعم؟ لست مقتنعا بحصولنا على الغاز من الخشب، صحيح؟ الفكرة ذكية لكن تنفيذها صعب. لكنها ليست صعبة، انظر، إنه جهاز طبخ صغير يعمل على الغاز ووعاء مليء بالخشب. حسنا، جيد، إن نجح فسأقتنع بأن السيارة ستعمل. ما الذي سيحدث؟ سننتظر، ننتظر كي يسخن ثم سيخرج الغاز منها، ثم ستتمكن من إشعالها. إنها تشير إليك، ستكون السيارة ذاتها. عليك تشغيلها قبل قيادتها بيوم؟ قد نحصل على حرارة أكبر مما لدينا. صح، حسناً، لنجرب الآن الإشعال. أجل. أوه، انظر إلى هذا، هذا مذهل. أنا مقتنع تماماً الآن بغاز الخشب. حسناً، هذا أمر جميل. أوه ديك، هذا ما نريده. اقتنعت؟ مقتنع تماماً الآن. لنشغل السيارة إذن. أجل، قبل أن أغير رأيي. برهن ديك على أن الخشب يستطيع أن ينتج الغاز، لكن تشغيل شاحنة نقل سيتطلب أكثر من هذا. تتوقع مؤسسة أشجار للمدن تسليم آلية تعمل بشكل مناسب للبيئة من أجل يوم الزراعة الكبيرة في العطلة الأسبوعية. أولاً يحتاجان إلى صنع المنتج، وهو أسطوانة يحترق فيها الخشب لإنتاج الغاز. ينتج حرق الخشب غيوماً من الجزيئات الصغيرة تسمى الدخان، وتوضع مصفاة للتخلص من هذا الدخان بإبعاد جزيئات مثل جزيئات السخام والرماد. عندما يمر الغاز بالمبرد ستبرد حرارته التي تفوق 700 درجة مئوية،
أخيرا قبل أن يدخل الغاز المحرك يجب أن يمر عبر خلاط للتأكد من أن لدينا التوازن الصحيح من الغاز والهواء. سيكون هذا العمل نموذجا ممتازا لإعادة التدوير، فسخان الماء القديم هذا أعطي حياة جديدة. ومحطة توليد الطاقة للنظام هي من الخشب المحترق، يجب أن يخرج كل هذا. إن حجمه جيد. أجل، لكن حجم الثقب كبير. أوه، افعل شيئا من أجله. سيتم تحميل الوقود من خلال هذا الثقب، لكن العمل الحقيقي يبدأ في قاع الأسطوانة الحارق. يتم تخزين الخشب في المنتج وإشعال النار في منطقة الاحتراق، وتغذى النار بضخ الهواء إلى الداخل عبر سلسلة من خراطيم الإدخال للحرص على أن يكون الاحتراق دائرياً متوازياً. مع احتراق الخشب فإن عملية الاحتراق تحوله إلى فحم وغاز وجزيئات دخان. عندما يشغل محرك الشاحنة فإن الغازات المسخنة إلى درجات مرتفعة ستشفط إلى خارج المنتج بسرعة عالية. ديك يصنع الحارق من إبريق جعة قديم. فتح حفرة الدخول في الحارق لإخراج الرماد. سيكون مكان الفحم على هذا الحامل. وضع مقبضاً خارج حارق إبريق الجعة. التدوير السريع سيهز الرماد المستقر، ويجب أن يضمن هذا احتراقاً قوياً ثابتاً مرتفع الحرارة. أنهيت الجزء السفلي، ما زلنا نستطيع إخراجه بحيث نحافظ على حركته المستمرة. أخذ الشابان استراحة، والآن حان دور ديك في الارتياب. أنا قلق بشأن الحرارة التي سنولدها وسط المنتج، والمعدن الذي نستخدمه لا يبدو سميكاً. المهم ألا نرفع الحرارة إلى درجة ذوبان الفولاذ. أجل، لكننا نضخ الهواء فوق الفحم، وهكذا كانوا يذيبون الفولاذ أساسا. لم أفكر هكذا، لكن الحرارة عالية. إن لم يذوب أصبح حارا كفاية بحيث خسر قوته فإن الآلية بكاملها ستتداعى. الشيء الذي أظن أننا نستطيع فعله هو أن نأتي بأقوى وأسمك قطعة فولاذية نستطيع العثور عليها لصنع البوتقة المركزية. عثر ديك على أقوى قطعة فولاذ في الحظيرة. أسطوانة الأكسجين القديمة هذه قوية جدا بحيث يجد صعوبة في تقطيعها، لكن هل ستتحمل حرارة غرفة الاحتراق؟ مع انحسار أضواء اليوم الثاني يستمر العمل بإيقاع محموم في الحظيرة. الشابان مصممان على الاستمرار لإنتاج منتج الغاز. ديك، كيف الحال؟ هذه كل خراطيم الهواء، حصلنا على منطقة احتراق بالاتجاه المعاكس. أجل، ويسقط الخشب في هذه المنطقة. أجل، ثم يحترق حيث يدخل الهواء إلى هنا. هكذا يشفط إلى الداخل. وهل أنهيت الجزء الكبير؟ هذا ثقيل، إنه ساخن. نعم، حين يحترق الخشب تأتي الغازات الساخنة إلى هنا. هذه منطقة الاختزال حيث تحدث كيمياء الحرارة العالية وتصبح هذه الغازات قابلة للاحتراق، فتعمل المحركات. محولات الغاز فعالة جدا على عكس المحركات البخارية التي تهدر الطاقة في المدخنة، فهي وحدات مختومة تعالج عوادمها الخاصة بشكل كيميائي. الخشب وقود صلب كثيف ينتج أحجاما كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء عندما يحرق. كل هذه الغازات تشفط إلى منطقة الاختزال حيث تتفاعل مع الكربون مرتفع الحرارة الناتج من الفحم. هذا الاختزال ينقص عدد ذرات الأكسجين في ثاني أكسيد الكربون والماء وينتج غازين جديدين قابلين للاحتراق، هما أحادي أكسيد الكربون والهيدروجين. تم الانتهاء من صنع جزئي القسم المنتج. أبعد يديك. أبعدتهما. سيجمعان مسخن الغمر الذي صنعه جيم مع حارق ديك المصنوع من إبريق الجعة. جيم، وكأن هذا فرانكنشتاين. إنه اليوم الثالث، انتهى صنع منتج الغاز والشابان مستعدان لبدء المرحلة الثانية من سيارتهما التي تسير على الخشب.
الغاز الخارج من المنتج يحتوي على تلوث يجب تنظيفه قبل دخول المحرك، لكن بحرارة تفوق 700 مئوية فإن هذا الغاز الساخن جدا سيحرق بسرعة معظم المصافي. لكن جيم يظن أنه ربما يملك حلا، مصفاة لا تحتاج إلى مادة تصفية، إنها تعمل مثل مكنسة كهربائية. يبدو مذهلا، لكن يبدو أن هذا كل ما يحتاج إليه نظام التصفية الإعصاري. أرى أن هذا يمثل شفط المحرك، صحيح؟ المروحة الصغيرة تشفط الهواء إلى أعلى وتنفخه إلى هناك، ويدخل الغاز القذر ويدور، وترمى الجزيئات الثقيلة إلى الطرف وتخرج إلى مكان الجمع. هذا كمكنسة كهربائية. أجل، وكومة كبيرة من... جربها جربها، صلها. حسنا سأفعل. أعتقد أنك ستفاجأ. أدخل بعض الأوساخ؟ املأها. سأدخلها. أجل، هل تدور؟ هل أجل. تعمل؟ انظر، هذا غريب، يمكنك أن ترى الإعصار. أجل، انظر إليها كيف تجتمع في الأسفل. أخبرني يا جيم، كم يخرج من الطرف الآخر؟ لا تفعل هذا، إنه نظيف صدقني. أوه، هناك جزيئات صغيرة جدا تخرج. هذا فعال جدا، أعتقد يا جيم أنها تجربة ناجحة. سيدخل الغاز الأسطوانة ويجبر على النزول إلى الأسفل بحركة مغزلية. ستدفع القوة النابذة الرماد والسخام الأثقل وزنا إلى جوانب الأسطوانة. بينما تسقط الملوثات إلى قاع الأسطوانة، فإن الغاز النظيف الذي فقد الآن جزيئات الدخان يرتفع ويشفط عبر الجهاز باتجاه المحرك. لكن لدينا مشكلة صغيرة. ما هي؟ الغازات بحرارة 700 درجة مئوية تشفط هنا، وهذا لن يكفي. لا، لكن كل ما نحتاج إليه هو أن نقلد هذا النموذج بفولاذ أكبر. لا نحتاج إلى هذا حتى. لا، يمكننا التخلي عنه. إن هذا نظام بسيط جدا. إنه رائع، صحيح؟ لنجد بعض القطع المعدنية. يبدأ جيم العمل على مطفأة حريق قديمة لصنع غرفة التصفية الإعصارية. يفرز ديك الأنابيب التي ستقود الغاز من وإلى المصفاة، ويصنع مخرجا بسيطا لإخراج الفضلات على شكل قمع. مستعد؟ أجل. أين القطع كلها؟ هذا وعاء، وعاء جمع الرماد. وعاء جمع الرماد؟ أجل، سأضعه هنا. حسنا، إنه يدور. أجل، غاز حار هنا. أجل، وإعصار. الغبار يهتز ويخرج وينزل إلى القاع، ويخرج الغاز النظيف القابل للاحتراق من الأعلى، أعلى داخل الإعصار. هذا جيد. أجل. وقوي. يبدو هذا جيدا، وهو بسيط. لا يزال الغاز المصفى ساخنا جدا، والآن يجب أن يبرد بتمريره عبر مشع. عندما يسخن الغاز يتمدد وتنتشر الجزيئات بشكل رفيع جدا على أحجام أكبر. إن تم تبريد الهواء فسيتقلص وستصبح الجزيئات أكثر تركيزا. كلما ارتفع تركيز جزيئات الغاز أكثر أعطت طاقة أكبر للمحرك. أخذ ديك أنبوب ماء وبعض القضبان الأنبوبية. سيمر الغاز الساخن عبر سلسلة من الأنابيب التي ستوضع في مؤخر الشاحنة. حين يصطدم الهواء بالمشع يجب أن تنخفض درجة حرارة الغاز بسرعة. عملية الصنع تسير بشكل جيد، ويحتاج الشابان الآن إلى التفكير في الوقود. إنهما يحتاجان إلى حمولة من الخشب القديم، ويعرفان أين يجدانها. ظننتكم كنت تزرعون الأشجار، لا تقطعونها. علينا الاهتمام بها ما إن يتم زرعها، وهذا الجذع متعفن لذا علينا قطعه. ما نحتاج إليه بعض الخشب، لكن ليس هذا. ألديك أي خشب قطعته السنة الماضية؟ خشب قديم، لأننا نريده أن يحترق. لدينا جذوع قديمة في الفناء، جذوع كبيرة. هل ستساعدنا في هذا؟ أجل، بكل تأكيد، وأرجو أن تتبعاني. هيا إلى الخلف، سنجرها. سنكنس لك الطريق أيضا. هذا ما تبحثان عنه؟ أجل،
خشب قديم وجاف. إن قطعناه إلى أطوال قصيرة بهذا الطول تقريبا سيكون رائعا. هذا جيد، لما ستستخدمانه؟ لدينا خطة بارعة، ثق بنا. ديك لنأخذ هذا، ثق بنا. لدي منشار كهربائي. ديك وجيم مقتنعان أنهما إن يحولا شاحنة لتعمل على وقودهما حتى تعطي تلوثا أقل بكثير، لكن ما مدى قذارة آليتهما في وضعها الراهن؟ إنهما مستعدان لإجراء اختبار لما تطلقه من مواد. أين أنبوب العادم؟ محرك الاحتراق الداخلي العادي يطلق ثاني أكسيد الكربون والكبريت ومركبات النيتروجين وسلسلة طويلة من الهيدروكربونات، كل هذا سيء لنا وللكوكب. اقرأ بصوت مرتفع. حسناً، أحادي أكسيد الكربون 1.86% من الحجم. أجل. ثاني أكسيد الكربون 13.5% من الحجم، والهيدروكربونات أجل 26 جزءا لكل مليون. ديك وجيم عازمان على جعل هذه الشاحنة مناسبة للبيئة، لذا وداعا لصهريج البترول ولمزيج المواد الكيميائية السيئة. لكن جيم لا يزال قلقا بشأن تمرير غاز الخشب عبر المحرك، إنه ليس متأكدا من أن مصفاة الإعصار ستنفث السخامة والمواد الملوثة. في هذه المرحلة من الحماقة إدخاله إلى المحرك مباشرة. حان الوقت لوضع مصفاة دقيقة، صح؟ لا نريدها أن تعيق التدفق. كان الغاز يمر عبر أنبوب بهذا القياس. أجل، إن كانت المصفاة بهذا القياس نأمل أن يكون مجموع مساحة الثقوب مساويا لهذه المساحة. تقصد مصفاة دقيقة كبيرة؟ أجل، يجب أن يكون كل شيء كبيرا. المصفاة الدقيقة هي عنصر هام جدا في جعل الغاز مناسبا لتشغيل الآلية. يحتاج ديك إلى شيء كبير، فقد حزم آخر قطعة من الركام. إنه صهريج تمديدا لمرجل قديم. سيتدفق الغاز عبر الأسطوانة ويمر عبر حاجز قضبان متصالبة. سيدعم هذا الحاجز طبقة من كريات الطين التي ستنظف الجزيئات الصغيرة من السخام والرماد الباقية في الغاز. قد تحتاج هذه المصفاة الدقيقة إلى تنظيف بشكل منتظم. يضع ديك غطاء قابلا للفك في الأعلى لضمان الوصول السريع والسهل إليها. مع غروب الشمس بدأ محول الغاز للخشب المحترق يتشكل. تأخر الوقت الآن، لكن جيم يقرر كشف مزيد من شكوكه المزعجة. الغاز الذي يصنعانه سيحتوي على كمية كبيرة من الهيدروجين. إنه أخف عنصر على الإطلاق، لكنه من أكثرها قابلية للاشتعال. ذاكرتي الثابتة عن الهيدروجين والنقل أنهم كانوا يستخدمونه في مناطيد زيبلين، ولم تكن تلك فكرة جيدة. أجل. ديك لا يعلم أن بالون الهيدروجين يحتوي على فتيل إشعال، وجيم مستعد لذلك. أردت فقط أن أريك ما الذي يدور في رأسي، لأن هذا ما أتخيله حين تسوء الأمور. شاهد. نحتاج إلى آلية أمان. أجل. لا نريده أن ينفجر قربنا. إنها صيحة استيقاظ قوية. إن لم يعثرا على طريقة فك قنبلتهما المتنقلة، عليهما التخلي عن المهمة. مع عدم وجود حل جاهز لمشكلة الانفجار، قرر ديك وجيم أن يتابعا المهمة الأكثر صلة بتركيب محول الغاز. لننقله بحذر. حسناً، اصعد الآن. نعم. أولاً بدأ مع المنتج. أنزله بهدوء. أبعد الجانب الآخر. مشع خفيف الوزن. مصفاة الإعصار. بعد ذلك مصفاة ديك الدقيقة الضخمة. سآتي وأساعدك. لا أرى مشكلة، لا يزال هناك متسع.
خلفية الشاحنة أصبحت محتشدة بالأشياء، لكن بدأ الآن الجزء الممتع وهو جمع كل قطع محول الغاز. ما رأيك؟ هذا جيد لأنه بسيط من هذا الطرف، الماء كله يخرج إلى المحرك. يضع جيم آخر قطعة في مكانها. أخيرا لدينا أنبوب يخرج كل الغاز النظيف البارد إلى مقدمة السيارة. أأنت معي؟ انتهينا. أجل، هذا رائع. أجل، تبدو مناسبة تماما. لن تكون مناسبة أكثر. بعد أن تم إنتاج الغاز وتصفيته وتبريده وتصفيته ثانية، سيأتي إلى هنا، وحين يصل إلى هذه المنطقة سنجمع هذا الأنبوب مع هذا الأنبوب، ومن هناك سيصعد إلى المحرك، ليس صلبا جدا بعد، ثم سنضعه في خلاطنا. يا له من خلاط. ليس الخلاط إلا تعديلا على المحرك، إنه يحل محل المكربن. يتم شفط الهواء والغاز إلى الخلاط، ثم يدخل المحرك بتحريك صمام الخانق. غالبا ما يتغير غاز الخشب في نوعيته، يجب أن يتم تعديل صمام الأخذ للحرص على أن يعطي مزيج الغاز والهواء الداخل إلى المحرك أفضل أداء. الصمام موصول إلى جهاز تحكم مرتبط بعصا تغيير السرعة، لكن أولا هناك مشكلة التزويد بالوقود. جيم يملأ المنتج بكيس من فحم الشواء، يجب أن يكون هذا كافيا لإشعال النار، وبعد ضرب سريع في منطقة الاحتراق يدخل مجموعة من الخشب المقطع القديم. ديك، ماذا؟ إننا مستعدون للبدء بحرق الخشب. ومستعدون لمعرفة ما إذا كانت تسير على غاز الخشب. بهذا الوزن أيمكن لشخص دفعها وحده؟ أظن ذلك. في هذه الحالة أنا أقود وأنت تدفع. سأقود غدا، لا أمانع. سأنزل المكبح اليدوي. مستعد؟ أجل، هيا. أجل، هيا. هناك جو من التوقع الهادئ، إنها اللحظة التي كان ديك وجيم ينتظرانها. حان الوقت لإشعال الوحش الخشبي. يضع ديك خرقة مشتعلة في منطقة الاحتراق، يريد أن يجعل الفحم يحترق. يستخدم جيم مروحة لنفخ الهواء إلى الداخل لتغذية النار. نفخ الهواء أكثر مما يجب بحيث أطفأ اللهب. هواء أقل من هذا. حاول جيم مقاربة أفضل. أصبح من الواضح أن سيارة الخشب المحترق ليست الخيار الأفضل لهرب سريع. الوضع جيد، يبدو جيدا يا جيم. حصلا أخيرا على لهب قوي، ووصل جيم خرطوم الهواء لتهوية النار. لدينا حرارة. المنظر والشعور جيدان، بدأت منطقة الاحتراق تسخن حتما. الدخان يخرج من الأعلى، أترى ذلك؟ لقد أثمر صبرهما. يخرج الدخان والغاز الآن بقوة من المنتج. أعتقد أن الأمر قد نجح. معنوياتهما ترتفع. يوجد دخان، لكن هل هناك نار؟ هل سيحترق الغاز؟ ربما ليس بعد. دعني أجرب من هنا. نعم، اخفض رأسك. حسنا، رائع. نعم. بعد أيام من العمل المجهد حصل ديك وجيم على الغاز أخيرا. سنغلقه الآن؟ أظن ذلك. تابع هذا لنعرف ما الذي سيحدث. مستعد؟ والآن هل يمكن للغاز أن يسير عبر النظام إلى مقدم الشاحنة؟ لدينا دخان. في المقدم، لكن تجب تنقية الدخان من قبل المصافي. هناك طريقة سريعة لمعرفة ما إذا كان سيشغل المحرك بمزيج من البخار والغاز القابل للاحتراق. مستعد؟ أجل، لنرى ما سيحدث. هذا غاز، إنه رائع، انظر إليه، وهو بلون أزرق جيد.
إنها النتيجة التي يحتاجان إليها. يشير اللهب الأزرق الفاتح إلى غاز نقي قام نظام تصفيتهما المضاعف بعمله. علينا تحويله إلى المحرك. ترى هل سيشغله؟ وينقل السيارة إلى المدينة. جيد. تجهيز سيارة تعمل على الخشب يتطلب بعض التخطيط، لكن هل يمكن لديك وجيم إقناع محرك الشاحنة بتقبل غازهما؟ ستجرب تشغيلها؟ دعني أدخل. العقبة الكبرى هي الحصول على نسبة غاز وهواء مناسبة. هناك مزيج يجب أن نعدله. هذا مثير. هيا هيا. مستعد؟ هيا. حاول. سنعطيها اشتعالا أطول. سنبدأ. لا بد أن هناك تقنية لهذا. أراهن على أن حطابا خبيرا يمكنه أن يشغلها. ما عليك إلا وضع هذا هنا ثم تدوره وهكذا. هل أجرب تغيير موقع الصمام؟ أجل. عد لديك الصمام وأضاف مزيدا من الهواء إلى المزيج. بالطبع هذا أفضل. إنه أفضل. كادت تعمل. مرة ثانية. لكن المحرك لا يعمل. كاد يعمل بالفعل. إنها نهاية محبطة ليوم حافل. صنعا غازا نقيا يتدفق بشكل جيد عبر النظام، لكن يبدو أن هناك فنا صعبا في تشغيل السيارة لا يمكنهما إتقانه. البطارية فارغة. لنلقي نظرة لنرى هنا. لم يعد هناك إلا 48 ساعة على افتتاح مؤسسة أشجار للمدن. يبدو أن خطة ديك وجيم لصنع سيارة تعمل على الخشب أحرقت نفسها. حسنا جيم، حرك المسرع. أجل. بعد نوم ليلة كاملة حان الوقت لبعض التفكير. غازهما نقي، لكنه ليس جيدا كفاية لتشغيل المحرك. أم هناك تقنية خاصة للحصول على مزيج غاز وهواء مناسبين؟ اسمع، نحن في موقف أصبحنا فيه قريبين من النجاح، لكننا لا نستطيع الحفاظ عليه. أتعرف ما نحتاج؟ نحتاج إلى مهندس جرارات سويدي عمره 85 سنة، كان يصنع هذه الأشياء في الحرب. سأحاول الاتصال ببعض معارفي في السويد، لابد أن أحدا منهم مر بموقف مماثل. أجل، فليس لدينا وقت. سأتصل. جيد. إن كان هناك من يمكنه أن يشغل سيارة تعمل على الغاز فهو يعيش في السويد. بعد بضعة اتصالات وصل ديك إلى مهندس شاب اسمه يوهان لينور. لم يصنع يوهان سيارة تعمل على الخشب وحده فقط، بل أتقن فن تشغيلها وتسييرها خلال تلك الليالي السويدية الطويلة المظلمة. عندما سمع بمشكلة ديك وجيم كان مصرا على المجيء والمساعدة. طلب النجدة من السويد إجراء يائس، لكن حتى إن تمكنا من تسيير الآلية لا تزال هناك مشكلة السلامة التي يجب حلها. يدرك الشابان أن قيادة سيارة وسط لندن فيها حارق مليء بالغازات المتفجرة ليس أمرا جيدا، فالعواقب يمكن أن تكون مدمرة. قام جيم بتعديل كبير على غطاء المنتج. هناك طريقة واحدة لاختبار فعاليته، لذا أوقف الشاحنة في موقع بعيد. أظن أن هذا سيفي بالغرض. لدي هنا قبضة تسحب هذا النابض بهذا الشكل وهذا قاس عليها، لكن في حال حدوث انفجار الطاقة الكافية في النابض ترفع الغطاء قليلا وتخرج الغازات الساخنة دون تخريب شيء من النظام. علينا أن نثبت أن صمام الأمان يعمل. لدي كيس كبير من الغازات المتفجرة، لذا سننسحب إلى مسافة آمنة ونراقب. كيس الهيدروجين سيحاكي ما يمكن أن يحدث في حال حدوث انفجار. وإن فشل صمام أمان جيم
قد تكون نهاية رهيبة لمشروع سيارة الخشب. يجب أن ينجح هذا. إن لم ينجح فسنكون قد حطمنا الشاحنة، وبذلك لن نعطيهم إياها أبدا. لقد انفجر. لقد نجح، خرجت المشابك كلها من الجانب. لقد وقع هذا ثانية. نعم، صمام أمان جيم ناجح تماما، لكن لا تزال هناك مشكلة جعل تلك السيارة تسير على الطريق المفتوح. تأخر الوقت في المساء وقطر الشابان الآلية ثانية إلى المزرعة. يجب أن تسلم الشاحنة في الصباح، ربما تكون المساعدة قد وصلت أخيرا. مرحبا ديك. يوهان، تسرني رؤيتك. كيف حالك؟ هذا جيم. مرحبا. أهلا جيم. ها هي السيارة، كم هي جميلة. شكرا. هذا هو المنتج. أجل. حزام الإعصار والمشع والمصفاة الدقيقة والمحرك. رائع. يبدو أنها تصنع غازا قابلا للاحتراق. أجل. يصل الغاز إلى المحرك ويحترق، لكننا لا نستطيع جعل المحرك يستمر في الحركة. يطلق هذا الصوت رم، ثم يتوقف ثانية. حسنا، يبدو أنه نظام جيد. سنشغل السيارة من دون شك. أجل، سنشغلها حتما. يبدو أن يوهان معجب بما يراه، ويبدو أن نظامهما قد حصل على الموافقة. ربما السبب هو أن معلم غاز الخشب السويدي أتى مسلحا بسلاح سري. انظر إليها. عيدان ثقاب. أتجربانها؟ أجل. إنها تشتعل، كن حذرا. سرعان ما اتضح أن ديك وجيم بين يدين ماهرتين، فخلال ثوان كان الحارق يعمل. انظرا، دخان من القمة. جيد جدا. إن هذا رائع. لننتظر تحت. نحن نصنع الغاز، أنت سعيد؟ حسنا. أترى هذا يا جيم؟ إنه الغاز. هل أشغلها؟ هيا. صحيح، أتمانع إن راقبتك؟ لكن هذا هو الاختبار الحقيقي. كان يوهان يبدو واثقا جدا من نفسه، لكن لنرى ما سيحدث. لا يبدو الأمر جيدا. هل كانت رحلة يوهان لا طائل منها؟ هنا توقف عملنا. أجل، لكنه كان يعمل أحيانا. والآن هو لا يعمل. أيتطلب هذا وقتا؟ يجب أن يصبح الغاز. تذكر يوهان شيئا. لم نطفئ المروحة، صحيح؟ تنفخ المروحة الهواء لإشعال النار، لكن لأنها لا تزال تدور فهي توقف امتصاص المحرك للغاز عبر النظام. أوقفناها، إنه يشفط الهواء. مع إيقاف المروحة، هل سيتمكن يوهان من تشغيل محركه الخشبي؟ أوه، بدأ يستجيب. إنها تعمل. والآن يا شباب؟ قرر يوهان تفقد المحرك. إنه يعلم أن غاز الخشب يحترق بمعدل مختلف عن بخار البترول. يقوم ديك ببعض التعديلات السريعة على توقيت الإشعال. أيرضيك هذا؟ أجل. لكن هل القرار صحيح؟ انتهينا. يوهان، هل نجربها ثانية؟ أجل. هذه الأشياء الدقيقة التي لا يمكنك. انظر إلى يده، راقب. يستمع يوهان إلى التغييرات الدقيقة في عمل المحرك. إنه يستجيب إلى التغييرات الطفيفة بتعديلات خفيفة على الخلاط. عندما يعمل سأعطيه المزيد. لا، كاد يعمل. كدنا نصفق لك. شغله، إنه يداعبه. هيا. أجل، هذا تشغيل رسمي، صح؟ أنذهب في جولة؟ أجل، لقد نجح. إنهم متشوقون لأخذ هذه السيارة في جولة. هيا لننطلق. هيا بنا. رائع.
من قيادة الشاحنة. إن لم تخطط مؤسسة أشجار للمدن لتجنيد فريق من السائقين السويديين فلا بد من تعلم هذه التقنية. ليس هناك آليات هكذا. حسناً، من منكما سيجربها؟ ما قواعد تشغيلها؟ هناك ثلاث قواعد نستخدمها مع هذه السيارة: الحفاظ على دورات عالية للمحرك، صح، وضع غيار سرعة منخفض، والاصطدام بالعقبات، والسير بسرعة. ماذا تعني بذلك؟ هذا ما حدث في طريقنا. هذا يجعل الخشب ينزل إلى منطقة الاحتراق. هذا يهز الخشب. شعرت بهذا. أجل، اعتقدت أنك تقود بشكل سيء. أوه ديك يا صديقي. حسنا، سنجرب قيادتها. إنه دوري. حاول يدك. حسنا، أوقف المحرك. لا بلى. أجل، عليك البدء من الصفر. ماذا؟ حسنا، اضغط هذا الزر. البداية ثم... هي الأصعب. إذن لقد توقفت بعد هذا كله. ديك على مقعد الاختبار. قليل من الهواء، جرب الآن. هل سيتمكن من الحصول على نسبة صحيحة لتشغيل المحرك؟ أكثر بقليل. ها هو يعمل. اصطدم بعقبة. حسنا. مع مراقبة يوهان يتم اختبار السائقين المتعلمين. فعلتها. جيد جيد. بينما يتعلم الشابان القيادة بشكل جيد، يضع يوهان الوقود في السيارة. عليهما الاحتفاظ بعدد دورات كبير للمحرك. هذا يسمح للمحرك بشفط مزيد من الهواء لاستمرار النار القوية في المنتج. لأنهما لا يستطيعان وضع غيار سرعة عال، يجب أن تكون سرعة الشاحنة محدودة، لكن لا يبدو أن هذا يؤثر في الشابين. إنه اختبار قيادة غير تقليدي، وهذه سيارة غير عادية. رائع يوهان، شكرا لك. لا شكر على وجهك. هذا رائعا حقا. من الممتع رؤيتكما وأنتما تأخذان هذه التقنية القديمة وتعيدان تقديمها. ديك، إنها جاهزة من أجل لندن. هيا بنا. اعتني بنفسك. وداعا. كانت أمور السيارة والسائقين جيدة ضمن حدود موقف السيارة الهادئ، لكن الآن بدأ التحدي الحقيقي. كيف ستجري الأمور في شوارع العاصمة المحتشدة؟ إنه غسق يوم ما قبل ذهاب ديك وجيم إلى مركز لندن. يجب أن يتم اختبار السيارة التي تعمل على الخشب في ساعة ازدحام المساء. مرا بجسر البرج في جولتهما. كل شيء يسير حسب الخطة، ولديهما الكثير من الوقود. ستقطع السيارة 150 كيلومترا على كيسين من الخشب قبل أن تحتاج إلى ملئها ثانية. ينزلق ميكانيكي الكوكب عبر ساحة البرلمان قبل التوجه إلى مركز الطرف الغربي. كل شيء يسير على ما يرام، لكن عندما اقتربا من سيرك البيكاديلي حدثت مشكلة. نفد الغاز من المحرك. إن شوارع مركز لندن ناعمة بالنسبة إلى هذه السيارة. أسرع يا جيم. لم يصطدم ديك بأي عائق، والخشب الجديد لا ينزل إلى منطقة الاحتراق. هيا يا جيم. عملية إصلاح سريعة، لكن ديك أوقف المحرك الآن. لا، إنه ليس مكانا مناسبا لتتعطل السيارة فيه، ويجب أن يتذكر ديك تعليمات يوهان. هذا لا يبشر بالخير. ديك في مكانه، لكنه انطلق أخيرا. والآن جذب انتباه الشرطة. ستجعلنا نعبر المكان. لكن الشرطي رأى كل شيء، وهو سعيد بأن يلوح لهما بتحية وهما منطلقان. نجحت سيارتهما التي تعمل على الخشب نجاحا رائعا. إنه يوم التسليم. نجحت السيارة في الاختبار، لكن قبل تسليمها إلى مؤسسة أشجار للمدن سيتأكد الشابان ما إذا كانت مناسبة للبيئة. أتريد إدخال المحبس في أنبوب العادم يا سيدي؟
سنأخذ القياسات، سنبدأ. ما الذي سنحصل عليه؟ لا أعرف، إنها لا تظهر شيئا. تأكد. أحادي أكسيد الكربون منخفض، الهيدروكربونات منخفضة، إنها ما أريد التخلص منه. حسنا، لنطبع هذه النتائج. دخان عادي من شاحنتهما ينتج أحادي أكسيد كربون ساما أقل ب 50% وهيدروكربونات أقل ب 26 مرة بعد أن تخلصا من صهريج البترول. انظر، رائع، بالكاد تخرج الغازات السامة. في لندن يوم افتتاح مؤسسة أشجار للمدن في ذروته. بينما تقوم فرق من المتطوعين بزراعة المزيد من هذه الأشجار المليون، ينتظر جراهام سيمونز بقلق تسليم آليته الجديدة. أراد جراهام آلية مناسبة للبيئة، لكنه لم يتوقع رؤية شيء كهذا ينطلق نحوه بسرعة. من الواضح أن جراهام وفريقه لم يروا شيئا كهذا من قبل. سررت برؤيتك. شكرا. ما رأيك؟ شكرا لكما. هذا هو الوقود. رائعة. هل ستكون قادرة على نقل الأشجار وكل هذه الأشياء؟ نعم، كل هذا في الطاقة هنا. الرائع في الفضلات النظيفة الكربون المعتدل. ألا توجد رائحة لأحادي أكسيد الكربون؟ ليس هناك وقود أحفوري، السحر هو أنك تضع الخشب هنا وتتقدم الآلية. بالكلام عن التقدم، ألديك بعض الأشجار لوضعها فيها؟ أجل أجل. مع حمولة كاملة في الخلف انطلقت الآلية الجديدة المناسبة للبيئة في مهمتها الأولى. أحسنت يا ديك. وأفضل طريقة لوضع علامة على مهمة ناجحة هي زرع شجرة جديدة من أجل لندن. إلى متى ستبقى هذه؟ عدة مئات من السنين. هذه بداية غابة وقود قابلة للاستمرار. هذه أول شجرة لميكانيكي الكوكب، وسيكون هناك غيرها. ديك، إليك المفتاح. شكرا لكما، شكرا جزيلا. من غير المحتمل أن تصبح الشاحنات التي تعمل على الخشب رائجة كما كانت في الأربعينيات، لكن مع ارتفاع سعر النفط وزيادة الطلب على آليات بديلة صديقة للبيئة، قد يشعل ميكانيكي الكوكب نارا بمحولهما الغازي الذي يحرق الخشب بكربون معتدل.